الانتخابات البرلمانية اللي جاية مش هتمثل السيدات في مصر، والانتخابات البرلمانية جاية هتبقى واحدة من أسوأ الانتخابات البرلمانية اللي عادت في تاريخ مصر، لأن النظام الانتخابي اللي موجود، النظام الانتخابي اللي احنا صرحنا عشان نعمله واللي اتعمل عليه حملة ممنهجة ومنظمة من أطراف من النظام مبارك، اللي قالك إنه الأوائل وحشة، الأوائل هيخش منها إخوان مسلمين، الأوائل دي أوائل مش كويسة، الأوائل دي بتاعت الأحزاب الضعيفة. الانتخابات الفردي بمنتهى الصراحة كده بتدخل الشخص اللي معاه فلوس أو اللي عنده عصبية أو اللي بتحول السياسة في مصر، وهو ده على فكرة اللي أخطر من الانتخابات وأخطر من البرلمان. الانتخابات الأوائل اللي فاتت الناس كانت بتتريق علينا، الناس ادت الكتلة المصرية، لأن كانت عارفة إن الكتلة المصرية الخطط اللي كانت بتقول إن هي ضد الإخوان المسلمين، هي كانت بتقول كده وكانت عاملة حتى تحالفات. عشان كده أنا لو جه الوقت إن إحنا نتكلم عن تحالفات، بس ده مش الموضوع. أنا ممكن أعمل تحالفات عشان أواجه الخطر. أنا مثلا رأيي إن الخطر اللي جاي هو موت السياسة وقفل المجال العام في مصر.